قمة عربية مونديالية تنتهي بفوز الأهلي المصري على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا الأهلي في المربع الذهبي أمام نادي فلومينيزي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. مباراة اليوم انتصر فيها الأهلي أداء ونتيجة وكان هو الطرف الأفضل. الأهلي استعد لهذه المباراة بعامل الخبرة وأيضا التحضير الجيد البدني والذهني، على عكس نادي الاتحاد مع الأسف الشديد لم يستعد لهذا الاختبار الصعب، لأن نادي الأهلي المصري أحد أفضل الأندية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية وهو بطل قارة إفريقيا ومتمرس في هذه البطولة. الاتحاد لم يكن اختباره بالصعب أمام نادي أوكلاند سيتي وكان عليه التحضير لمباراة اليوم بشكل أفضل. بالنهاية ألف مبروك لنادي الأهلي المصري ونتمنى له الأفضل في مبارياته القادمة ونتمنى وصوله إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب، وأيضا هارد لك لجمهور الاتحاد والقادم أفضل بإذن الله تعالى. الآن شاركوني بتعليقات واكتبوا لي من هو أفضل لاعب في المباراة ومن هو أسوأ لاعب في المباراة، وتحياتي لكم.